ايوه عالمي ده، من كتر حفلات الرقص اللي عندها ما بتلاقيش وقت تروح فيلتها. لا يا شيخ، بقول لك البلد ما فيهاش شغل. انا جاي لك بصفه وديه مش كصحفي، عايز اسالك عن حاجه. حاجه ايه؟ مريم رياض الله يرحمها، مالها؟ انت كنت اشتغلت مع مريم رياض في مسرحيه شقاوة البنات. حصل. مريم رياض كان معاها شهاده من اكاديميه التمثيل في كاليفورنيا. انا عرفت ان الشهاده دي مزوره. مزوره؟ واللي زور الشهاده دي هو نفسه اللي زور شهاده الدكتوراه بتاعتك. شهاده ايه بتاعتك اللي مزوره يا بيه؟ انا الدنيا كلها عارفه ان انا معايا دكتوراه في علم النفس من بلاد بره، والشهاده معايا وموثقاها من السفاره ومن وزاره الخارجيه. بقول لك الشهاده معايا، حطها في عين التخين. اما مريم مزوره شهادتها، انا ما اعرفش الحكايه دي، انا اول مره اسمع الكلام ده. واللي عمل كده يبقى جوزي كاف الف. كاف الف ده جاسوس ده يا اخويا ولا ايه؟ انتوا مين يا جماعه وعايزين مني ايه؟ انت كنت متجوزه عرفي سنه 98 مش كده؟ وبعدين بقى انتوا حد زيكم عليا يا بيه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ هتردي على الباشا نعيمه. نهارك اسود، انت عرفت الاسم ده منين؟ احنا جايين نعرف منك معلومه وهنمشي، مش قاصدين اذيه ليكي يا بي. انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام اللي انت بتقوله ده. انا صحيح ساعه عرض المسرحيه كنت متجوزه محسن النجار المغني، بس ده ما بقاش عرفي ولا حاجه. لما مراته قفشتنا مع بعض وعملت فضيحه، مصر كلها ساعتها عرفت ان احنا متجوزين، وساعتها انا غيرت اسمي عشان خفت من الفضيحه. الدكتوراه بتاعتك يعني؟ في دكتوره تشتغل رقاصه؟ الدكتوراه بتاعتي مش مزورة، وأنا بشتغل رقاصة برضاية. وده كلام ناس عاقلة برضه. ده أنا أبقى مجنونة لو ما عملتش كده. يا بيه اللي أنا بكسبه وأنا رقاصة في يوم واحد ما بيكسبوش رئيس جامعة في شهر بحاله. ده غير المركز الاجتماعي والسلطة. مركز اجتماعي وسلطة وأنت رقاصة؟ لما خدت الدكتوراه حبيت اطلع رخصه سواقه، قعدت 1000 سنه بجري في المصالح الحكوميه وبرضه الرخصه ما طلعتش. لما اشتغلت رقاصه بتليفون مندي اقدر اطلع رخص لاي حد وانا قاعده في مكاني وحاطه رجل على رجل. رخص ايه؟ يعني هتكون رخص ايه يا اخويا؟ طلعتش هي. ايوه يا نجلة، انت فين؟ في مشوار. مشوار؟ اصلا انا عندك في المعرض وعرفت ان انت جبتي عربيات وحملتي كل اللي فيه وفضيتيه. اتباعت يا حبيبتي. اتباعت؟ طب وفين نصيبي؟ لا يا حبيبتي معلش، مالكيش نصيب فيها. دي بيعه كنت متفقه عليها من فتره، بس ده ما يمنعش انك تجيبي بضاعه وتفرشيها، وده حقك، ما انت شركتي في المعرض يا بنت ال... أستاذ هلال، ليلى الشناوي ردت عليا. هو إيه اللي طلعها فجأة في دماغك كده نتغدى بره يعني؟ عادي، تغيير مناظر، ما نفسكش تغير جو؟ لا أصل يعني مستغرب الحنية الزايدة دي. إيه؟ في حاجة عايزاني أخلصها لك؟
هو لازم يعني يبقى في مصلحة؟ اخسى عليك يا جمال، على طول ظالمني كده. عموما بكرة تعرف غلاوتك عندي. ما انا حاسس. ايه ده؟ انت ماشية في الطريق ده ليه؟ ابدا، هنعدي على نجلة ناخدها معانا. انا قلت في حاجة غريبة من الاول. وايه الغريب في كده؟ انا ونجلة بقينا شركة في كل حاجة، واكيد يعني مش هستكتر عليها عزومة غدا برا البيت. مزعجها ليه؟ هو انت مش معاك مفتاح؟ افتح بالمفتاح اللي معاك. معايا المفتاح بس ال بس ايه؟ افتح. ابلغ. عامر بتعمل ايه في بيتي؟ يظهر يا جمال ان احنا جينا في وقت مش مناسب. بقالي كتير قوي ما عملتش لقاءات صحفية. في الحقيقة يا أستاذة سلوى، أنا مش جاي أعمل لقاء صحفي. نعم، أمال جاي تعمل إيه؟ أنا جاي بس عشان عايز أعرف معلومة عن مريم رياض. ياه، وأنا اللي قلت أخيراً عرفته إمتي وجايين تكرموني. مريم رياض ارتاحت، ويا ريت أنا كمان أرتاح زيها وأنت ترتاح. لا أنا مرتاح كده. ارتاح أنت براحتك. انت عملت مسرحيه زمان مع مريم اسمها شقاوه بنات. وطردوني منها. ايما انت كنت افتكر متجوزها عرفي من واحد بيشتغل في وزاره التعليم. انا عمري ما اتجوزت عرفي. انا اساسا ما اتجوزتش خالص. طب مين كان معاكوا في المسرحيه غيرك انت طبعا وريهام شفيق وليلى الشناوي ونريمان؟ انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ كان في واحده بتشتغل مع مريم في المسرحيه، كان معاها دكتوراه، وكانت متجوزة عرفي من واحد بيشتغل في وزارة التعليم. انت قصدك على نعيمة اللي بقت نارمان؟ منها لله البعيدة، هي اللي مشتني من المسرحية وكانت بتخطف مني كل الأدوار وقعدتني في البيت. مفيش غيرها اللي بتجوز عرفي كتير. انا الحقيقة رحت لها وسألتها عن موضوع الجواز العرفي ده، انكرت، قالت اني مش هي. طالما جواز عرفي ودكتوراه مفيش غيرها نعيمة سلطان، هو الحاجة اللي انت بتدور عليها دي مهمة قوي جدا. طب انا هقول لك على حاجه، لو جبت لها سيرتها هتعرف تاخد منها كل حاجه انت عايزها. نعيمه متجوزه اتنين في نفس الوقت. اتنين؟ واحد في السجن والتاني رجل اعمال. لو المعلومه دي اتعرفت هتروح في 60 داهيه. طب وايه الدليل على كلامك؟ عاشور جابر في سجن وادي النطرون، روح واساله. اصل انا ما هنش عليا إن جوزي وأبو ولادي يبقى بيضحك عليه ويفضل مخدوع. قلت لا، لازم تيجي تشوف بعينيك. أمال كنت حمار لما فكرت أتجوزك. أنا إزاي ما تخيلتش إن أنت ممكن أنت تخلص خالص؟ هيقولوا إيه يا جمال؟ هيقولوا إيه؟ اتنين في بيت كبير عريض لوحديهم ومقفول عليهم باب. إيه المبرر اللي عندهم؟ عندكم مبرر؟ أهو ما عندهمش. أنت إيه يا شيخة؟ عايزة مني إيه؟ عايزة تدمرين حياتي ليه؟ لا يا ماما، الكلام ده ما يتقليش. انا انت اللي عملتي في نفسك كده. رحتي اتجوزتي راجل محترم متجوز ولوثتي شرفه وسمعته في حاجات زباله. ما تصدقهاش يا جمال، دي كدابه. ما تصدقهاش؟ امال اصدق مين؟ خدي انا. استنى حد امك اللي ربنا يكرمك في السجون يا واطي. يا جمال ما ينفعش كده. اهدى يا حبيبي، اهدى كده. ما ينفعش تحرق دمك عشان شوية ناس ما تستاهلش. ده كلام برضو. جه الوقت دلوقتي ان كل واحد ياخد حقه. انا عارفة انك كاتب البيت ده باسم نجلة هانم، فحق ولادي لازم يرجع. خدي. امضي يا بت، امضي.
وبالمرة بقى خدي مضلنا على دي كمان يا حلوة. وإيه دي كمان؟ ده تنازل عن المعرض منك ليا. أصل أنا ما بحبش أشارك حد. ما تقولها يا جمال. هتمضي ولا عايزة فيديوهاتك تبقى في كل حتة عشان الكل يتفرج ويشوف؟ أظن دلوقتي يا جمال ما ينفعش واحدة زي دي تبقى على ذمتك. مش قبل ما ربيها. لا 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 يا جمال، انت راجل ليك اسمك ومركزك، مش عايزين فضايح. طلقها طلقها يا جمال. انت طالق. هو ده كل الموضوع يا رؤوف بيه؟ اسمي رؤوف بيه بالنسبه لك. اوعى تفتكر ان انت عشان نسيبي فيها هعديها لك، تبقى غلطان. مش هو المدرس بيبقى قدوه للتلامذه بتوعه؟ يا اخي ده اهاليهم بعتلهم امانه في ايدك انت ولا زيك. خلاص نقل بيك. في حد كان عارف ان انت عندك صور وفيديوهات على اللابتوب؟ حد زي مين؟ اكيد لا. طب ان هو يجيب تليفونك ويكلمك ودي عرفناها، امال جاب تليفون منا منين؟ الله، ما هو الموضوع لو زي ما انت ما بتقول كده، فلما يلاقي صور وفيديوهات لبنات تانيين اكيد هيكلمهم. لما هو عفريت كده وبيجيب تليفون اي حد يعني؟ بصراحه انا مش عارف والله. طلع لي الرقم اللي كلمك. طيب هو ده الرقم اللي كلمني. التليفون ده هيفضل معايا. ايه؟ وانت كمان يا رؤوف. رؤوف بيه والله. هو انت هتسيبني هنا؟ والله العظيم حرمت. هو ده كل الموضوع يا رؤوف بيه؟ اسمي رؤوف بيه بالنسبه لك. اوعى تفتكر ان انت عشان نسيبي فيها هعديها لك، تبقى غلطان. مش هو المدرس بيبقى قدوه للتلامذه بتوعه؟ يا اخي ده اهاليهم بعتلهم امانه في ايدك انت ولا زيك. خلاص نقل بيك. في حد كان عارف ان انت عندك صور وفيديوهات على اللابتوب؟ حد زي مين؟ أكيد لأ. طب إن هو يجيب تليفونك ويكلمك ودي عرفناها، أمال جاب تليفون منا منين؟ الله، ما هو الموضوع لو زي ما أنت ما بتقول كده، فلما يلاقي صور وفيديوهات لبنات تانيين أكيد هيكلمهم. لما هو عفريت كده وبيجيب تليفون أي حد يعني؟ بصراحة أنا مش عارف والله. طلع لي الرقم اللي كلمك. طيب هو ده الرقم اللي كلمني. التليفون ده هيفضل معايا. ايه؟ وانت كمان يا رؤوف. رؤوف بيه والله. هو انت هتسيبني هنا؟ والله العظيم حرمت. خير، طلبت تقابلني تاني ليه؟ مش عيب تبقي راقصه محترمه وليكي سمعتك ودكتوره جامعيه وتكدبي عليا؟ وانا حدب عليك ليه؟ تخيلي لما ينزل خبر في الجرايد الفنانه ناريمان تجمع بين زوجين، عاشور جابر المتهم في قضيه فساد ورجل الاعمال فارس عوض الله. انت جبت الكلام ده منين؟ ايه هنكدب تاني؟ الراجل اللي انت بتدور عليه بقى مركز مهم قوي في الدوله، بقى راجل جامد، وانا بصراحه اخاف اقول لك اسمه، أخاف على نفسي. طيب مكانه إيه وأنا أقدر أوصل؟
مركز تطوير المناهج. واسمه ايه؟ انت طلبت تعرف مكانه وانا قلتهولك، بلاش حكايه اسمه دي. طيب حكايه بقى الدكتوراه المزوره دي انا هسكت عنها بدل ما بتستفيديش منها، انما حكايه جوازك من اتنين بتهالي يمكن ما اقدرش اسكت. خد بالك يا نعيمة. لا 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 يا حبيبي، انا مش عايزك تبقى زعلان كده، ده انت المفروض تبقى فرحان ان ربنا باين لك الحقيقه اللي كانت مستخبيه عنك. الو، مساء الخير يا فندم. عز ابني. حاضر يا فندم، انا هتصرف معاه. شكر قوي. ايه يا جمال، عز ماله؟ ابنك فين يا هاني؟ بايت عند واحد صاحبه بيذاكره عشان عندهم امتحان بكره. يا غاز. ايوه يا عماد، ما تعرفش عز فين؟ مش عندك؟ الولد قال لي ان هو بايت عند واحد صاحبه بيذاكره. ما تتصل بيه يا عماد. افهم، الولد عامل صفحة على النت بيسرب امتحانات الثانوية العامة، وهو مطلوب انه يتحقق معاه، ولولا ان هم يعرفوا جمال كان زمانهم قبضوا عليه وراح في 60 داهية. ازاي زيزو يعمل كده؟ ماليش دعوة، اتصرف انت وابوك وشوف الولد راح فين. ابني هيضيع مني. طب اقفلي يا غادة، اقفلي، انا هشوفه عند حد من صحابه. ايوه يا بابا، انت فين؟ انا عند مندور، في حاجه؟ غدا كلمتني وبتقول لي ان زيزو طلع بيسرب اسئله الثانويه العامه على النت ومطلوب القبض عليه. زيزو، هلو. ايه ده، انت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت اجابه الامتحان على النت ولا لسه؟ امتحاني، انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ امك بقى كان ليها حق لما قالت لي ان انا ما عرفتش اربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف انك انت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب ابوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش انا. انا ما عملتش حاجه غلط. اللي انت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع ايه في الاخر؟ ولا حاجه. احنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها اصلا. انت بتفكر ازاي؟ انا مش فاهم. اقفل الصفحة دي حالا. حاضر. انت عرفت منين اسئلة الامتحان من قبل ما تدخل؟ ابو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان يذاكرها. ابو فادي؟ وابو فادي ده بيشتغل ايه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهولة دي؟ اللي اعرفه انه ماسك المناهج بتاعت وزارة التربية والتعليم. اسمه ايه؟ اسمه كمال. كمال ايه؟ والله ما اعرف. ايه؟ طب يلا الحق الامتحان بتاعك.